طقس بارد إلى بارد نسبياً في ساعات النهار وحرارات صفرية ليلاً في المرتفعات الشمالية وزخات محلية من الأمطار متوقعة خلال الأيام القادمة وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل. متابعين طقس العرب في المملكة العربية السعودية، أسعد الله مساءكم. من المتوقع بمشيئة الله أن تكون الأجواء باردة في ساعات الليل تحديدا في المناطق الشمالية لهذه الليلة، وكما نشاهد هنا من خرائط درجات الحرارة الواردة لدينا، نشاهد هنا بمشيئة الله تكون الأجواء باردة جدا في مناطق الشمالية وقد تصل إلى الصفر المئوي في بعض المرتفعات الشمالية، بما يؤدي إلى تشكل الصقيع في ساعات الصباح بمشيئة الله، وتبقى الأجواء باردة كما نشاهد خلال ساعات الصباح الباكر من يوم الجمعة بمشيئة الله، على أن تبقى الأجواء نهارا باردة إلى باردة نسبيا في المناطق الشمالية وأيضا بعض المناطق الشرقية وشمال المناطق الوسطى، على أن تبقى دافئة في بعض المناطق الأخرى. كما نشاهد هنا تبدأ درجات الحرارة أيضا بالانخفاض مع ساعات الليل، لتكون أيضا هنالك أجواء باردة في ساعات الليل في المناطق الشمالية والمناطق الشرقية، وفي ساعات النهار تبقى الأجواء باردة نسبيا في المناطق الشمالية وأيضا في المناطق الشرقية وشمال المناطق الوسطى، على أن تبقى دافئة في المناطق الأخرى، وتكون هذه هي الأحوال الجوية المتوقعة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع بمشيئة الله، على أن يكون هنالك فرص لزخات محدودة من الأمطار يوم الجمعة في بعض المناطق الوسطى والمناطق الشمالية بمشيئة الله. أما في هذه الليلة وتحديدا في العاصمة الرياض، الأجواء تكون لطيفة من 13 درجة مئوية، غيوم متفرقة، وسرعة الرياح تصل إلى 17 كيلومتر في الساعة. وفي 3 أيام القادمة يوم الخميس والجمعة متوقع أن يكون هنالك بعض الأتربة المثارة من 19 إلى 17 درجة مئوية نهارا، وأيضا من 11 إلى 9 درجات ليلا. أما يوم السبت غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل إلى 17 درجة مئوية نهارا و10 درجات في ساعات الليل. ومن العاصمة الرياض إلى باقي مناطق المملكة ودرجات الحرارة المتوقعة غدا نبدأها من سكاكا، أجواء مشمسة من 15 إلى 5 درجات، في عرعر من 13 إلى 4 درجات، في تبوك من 19 إلى 7 درجات مئوية في ساعات المساء. في مكة المكرمة 30 إلى 20 درجة، في المدينة المنورة رياح نشطة قد تثير الأتربة من 25 إلى 13 درجة، في جدة من 28 إلى 19، وفي الطائف من 23 إلى 15 درجة مئوية مع احتمال لوجود غيوم متفرقة. في أبها 20 إلى 12، في الباحة 19 إلى 13، وفي جازان من 27 إلى 24 درجة مئوية في ساعات المساء، رياح نشطة في الدمام 20 إلى 13، في الإحساء أجواء مغبرة من 19 إلى 11، وفي حفر الباطن من 14 إلى 5 درجات مئوية في ساعات المساء، في العاصمة الرياض 16 إلى 10 درجات، في بريدة من 13 إلى 8 درجات، وأخيرا في حائل أجواء مشمسة من 13 إلى 5 درجات مئوية. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.